صفحات من تاريخ جميل في قريتنا وقصص زمان تروى لنا على لسان أهلها، وأحبة يطلون علينا بحلة العيد. كل عام وجلجولة وكبارها بألف ألف خير. عند المرسى الغالية المرسى العزوني، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. بخير، الله يرضى عليك وخلي لي حبيبي وبناتي وكل اللي بتحبيهم. الله يخليك يا ربي. كيف حالك أم مرسى؟ طمنينا على رب العالمين. والله نحمد الله ونشكر أزل من هيك، الحمد لله الله يعطي غيرنا زي ما عنا يا رب. يا رب. طب احكي لنا شوي عن رمضان السنة، بتعرفي الظروف مختلفة، كيف كان؟ صح، الحياة هي الكورونا غلبت الناس وصارت الحياة ملهاش طعم، بس الحمد لله على من الله، بجوز ربنا ضبط حال البشر، لأنها الناس بكت مش هو ده كل شيء، هي في خير وفي الحمد لله رب العالمين. أما الوضع لأجل كورونا هو غير الناس، بس ربنا سبحانه وتعالى هذا حكمته وما نقدر نغيرها، يعني بجوز هذا أجل اللي أفضل يعني. أما الحمد لله رب العالمين مليح والحمد لله، ورمضان والواحد بتمنى أنه يغدى رمضان، بس نقدر نبسطين من حرمنا الصلاة. يعني أنا بتطلع على الجامع بعيط والله العظيم، لأنه الجامع عنا يعني بتحزني على الجامع وبتحزني على الناس، فيش الناس يقعدوا مع بعض ولا يحتوا، بكت الناس في رمضان ما تكومش، بكت الناس يعني تغدى مبسوطة وتغدى الحياة شلبية وحلوة. هسا انت بدك تصوم وتصلي وتعدي ربك وتأدي لي الفريضة، اما انك تتطلع على الجامع بوجعك. وانا على اي والله مش على نفسي، على نفس الناس كلها، انا بتمنى الخير وترجع الحياة زي اول. مرسي جارة الجامع الحمد لله يا مزعني يا بنيتي، والله 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 وحياة الله من امشي بكيف هيك بديال الجامع، وبتمنى لربي انها ترجع الحياة زي ما كانت اول. احنا في رمضان بكنا نظل الصبح في الجامع، يعني صعب بس هذا ايش من ربنا ما بنقدر نغيره. يا رب انه ربنا هيك يفرجها وترجعه. احنا بكنا نسجل للعمرة، بدنا نطلع عمرة هسا، اما نطلع على مكة واشوف ايش فيها حدا بقول الدنيا زلزلت والله العظيم. يعني هذا اشي مش بشارة خير، انها ربنا سبحانه وتعالى صحح العالم والناس ترجع لدينها والناس ترجع العاد وزيادة، ودوش لوحد غير هيك يا خالتي، ويتوفق الناس مع بعض. والله يظل اللي أنا بتمناه ونتمنى نرجع زي أول، بكت جامع مفرحنا هم بسطنا، بكت هالجيران تقضى مع بعض، ونتمنى البلد كلها تقضى بخير وتقضى بسلام والناس تحب بعضها، وهذا اللي بدنا يا خالتي. مرسي بدي أسألك، أنا بدي أرجع معك شوي 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 لورا لورا، جلجولي زمان أيامات وأنت صغيرة، كيف كان رمضان بوقتها؟ شو بتحبي تحكي لنا؟ أنا بقول لي كان إحنا الله ما صلى على سيد محمد نستنى الوذان وإحنا صغار، مشان نستنى الوذان وإحنا مبسوطين نرمح نقول أفطرنا 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 وإحنا صغار، بكت الحياة حلوة وإحنا صغار، بكت الناس تحب بعضها، بكت الناس الجيران مع بعض مليحين. يعني لو إنه الواحد بده رغيف خبز يعني تقولي ياخذ من الثاني، بكت الحياة مليحة، يعني بك تتمنى الحياة أنها ترجع زي أول. يعني شو بكت الحياة؟ هالطابون هالخبز هال يعني إيش بك يتجنن زمان، يعني أنا بتذكر بكت الحياة حلوة أزمان، زي ما في خير هسا وفي هنا ما شاء الله اللي يكثر الخير على المسلمين، إنه بكت الحياة هناك صح، مش زي يوم بكى كمحات إشعرات بطيخ شمام ويأكلوا منها الناس وتنبسط، وبكت الحياة مبسوطة يعني، والحياة جاري موت على جاره بحبوا بعضهم، إن شاء الله ترجع الحياة زي أول. أنا بتمنى. لشو أكثر إشي مشتاكة بحياة زمان؟ أس مشتاك شو بدي تشتاكي؟ الحياة كل أشياء اللي حلوة بتغدى هي بتشتكيها، أما الإشي اللي مش مليح بتقول يا رب يصلح الحال. أما الحياة طبعاً بدها تغدى الحياة حلوة، بس اليوم صارت الإشي مش كثير حلو، خصم يوم ما صارت الكورونا يعني ما بتغير حال، بك الجار يعني الجار لو عنده كماجة ما عندهش كماجة يعطي الكماجة اللي هي عنده ويغدى الدنيا بخير، إن شاء الله ترجع الحياة كلها بخير ونرجع المبسطين وربنا يغير هالحال في أحسن حال ابنك. طب اليوم لما بتسمع انه في حركات شبيبه بالبلد بتشتغل وبتلم تبرعات وبتوزع تروت، كيف بتحسي؟ بحس الدنيا فيها خير والله وحياة الله، بحس الدنيا فيها خير، بحس انها فيها خير،
لأنها أما هذه الجمعية تثرت والناس تتصدق أقول يا رب زيدهم من نعيمه. والله يعني أنا عن حالي بقول الله يطعم كل فكير وما يعوز حدا. أنا هذا اللي بتمنى للناس، لأنه طلع فيه في إشي معاه وفي إشي معهوش، واللي معهوش الله يعطيه واللي عنده الله يخليه. إحنا ما بينا غير هيك بنيته وفك العالم كله، والحمد لله رب العالمين. وش بدك كل شو صار وانا بجاوبك؟ قولي يا حبيبتي. اول شيء احنا بنشبعش منك، اللي بدي اقول لك اياه مد والله ما بنشبع فيه منك ومن تجار الرضا. طب ام مرسي، هل كان في عادات زمان مثلا اللي كانوا يعملوها اهل جلجوليا؟ بعرف ايش مسحراتي، هل كان في عادات زمان اللي كانوا يعملوها بجلجوليا مش موجود اليوم؟ لا 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 لا، بكى الشيخ الله يرحم روحه الشيخ طايل، بكى يطلع يطبل واحنا صغار وعاد السحور المسحرات الله يرحم روحه. والله ذاك الزلمة على كد حاله نصحى وطقطق للناس عشان هم بكتكاري صغيرة، وحتى وهي صغيرة بكت شلبية. وين كنت ساكنة انت بوقت؟ عند دار عبد إبراهيم على حتى هناك دار أبوي وعمامي وأهلي. هسا نظلنا نستنى في الليل اللي بطقطق نقدم مستطيل على طقطقه. بكت الحياة تجنن، والحياة هي اليوم الخير تصير وكل إشي تصير والعالم مليحة والله يوفق الناس يا بنتي. وهذا هو. مين كان يأذن بوقتها بهذيك الأيام؟ بكى وذنه والله ما صلى على سيدنا محمد. من التبار من عمامي ومن الشيخ طايل ومن التبار. يعني أنا بكى مو بكاش تبار، بكوش تبار كثير يا خالت أيامنا. بكى تجول صغيرة، يعني المؤذن اللي بكى يأذن الشيخ طايل وطقطق الشيخ طايل، واللي من التبار يوذن ابو الرعدي الله يرحم روحه، كل يعني بقت الناس مليحه التبار، وعم يوسف وابو خليل وكلهم يعني امعاء كلش وذنه اللي بكى المؤذن يطقطق الشيخ طايل. طب واسا احنا بفتره الكعك وهيك زمان كيف كانوا يعملوا؟ كانوا اللهم صل على سيدنا. طلع بكت الزمان على زمان واحنا صغار مو شبكه هيك، ما هو الدنيا كلها بتتغير. بكاش هيك انه مشو انه التعيت وش اسمه، بكت الناس تنبسط هالبطيخه هالاكل وهالشرب عادي وخلص، والناس تغبط في الطابور. لا لا بكوش بكوش اذا يعملوا هيك كعكات صغار في طنجره الكهرباء، ما هو بكى كهرباء على البور الفتيل. بكت الناس مبسوطه، بكى الاشي كله ذاتي يعني يضلوا طعم، ويخبزن على الطابون يسوون في الطابون. احنا بامكاننا الحكوا واحنا صغار تعمل اللي تشفي الباذنجان وتشفي البطاطا وتعمل الصواني في الطابون، نقدر نستنى فيها باب الطابون وانا صغار. طب وبالعيد شو كنتوا تعملوا الصبح؟ الصبح اللي ما علموا شو بك عيد، بكان نجيبنها فيها وفصلها ونقدا عيد اسمه عيد. بكنتوا تشتروا اواعي للعيد زي اليوم؟ لا بك عم يوسف تاجر اصبر تاجر للاواعي. كان اواعي جاهز ولا كانوا يفصلوا تفصيل؟ بك لا هو اللي بده بكاش اما ازيد اشي بك الكماش. مين كانت الخيط في البلد؟ اللي بكت خيط طالما اللهم صل على سيدنا الله يرحم روحه مصلح الرعديه وام خالد، وهن هن موجودات يعني معروفات. وعدلي بنت عم يوسف الله يرحمها، هي بكت خيط عدلي بنت عم يوسف يتوفى الله يرحمها. وكيف الناس كانت يعني؟ هل كان الاسعار الاشياء غاليه؟ هل كانت الناس تقدر تشتري؟ لا لا لا, لا بكت الناس هي البلد قريه، بكت مش كده يعني مو زي اليوم ما شاء الله. يعني اما تشوف الناس تحم على بعضها ما فيش غن وفكير، بكت الناس كلها مع بعض تقدم مبسوطه. والله يا خالتي بكينا نقده على حياه عم يوسف كتاجر، وتقدر الناس يوم هذه المنطقه اللي تحت هي الحياه، بكت المنطقه تحت البلد البلد هي العتيقه، بكت الحياه شلبيه. يوم العيد الناس تنزل هناك يقضوا دار عم ابو خليل يبيعوا، عم ابراهيم اللهم صل على سيدنا محمد، عم يوسف يبيع كماش، وجامع بكت تحت، بكت الحياه شلبيه، بكت الحياه بتجنن. طب وهل انت كطفله كان لكم العاب؟ شو كنتوا تلعبوا انتوا صغار بالعيد؟ بكى احنا نلعب بكى يعملن عرايس بشرايط يعني خيطنهن. بكت الي اخت تعمل على الصناره صغير مسامه كبيره، تعمل على الصناره وتعمل لنا كل إشي، وتعمل المناديل الها زي التركيات كشكش، بكت فنانه في هذا الإشي، ونعمل من شرايط ونعمل اما كبير نصرنا نجيب. بكت يعني الناس مش يعني تروح على ملبس، بكت اللي يروح على ملبس يغذى هو ابو زيد خير. والله زي اللي سافر على تركيا
اما الحمد لله بكت الحياه حلوه يعني ملبس كاين تركيا تبعت اليوم ملبس ويافا لا ما بكوا ياخذونا بكوا ياخذونا بعدين اللهم صل على سيدنا محمد بكت اخو الي بكوا اخو الي حسني بكى برضه ياخذنا الوقت متسيك وسياره يعني بكى يطلعونا نطلع وين بعدين هي بكت الحياه حلوه وبدها هم محليينها بعدين ابوي بكى خيال خيال بكت البلد تحت عم ابو خليل بكى هذا يوم العيد دشاشين كل العالم تغدى عنده والله ما بزل مش عشان حماي انه بكى ويجي بلد وبكى الضيف اللي يجي عليه ما يروحوش ميل ابو خليل هسه احنا وحنا صار بكى يعني ننزل نشتري من عندهم بعدين بكى الدشاشين عندهم وكل شيء عندهم واول لحم بكى هو عمي وبكى تريم تصير والكهوه تغدى معاه وين ما يسند يغدى ما يجي امامه فوق يغدى جايب السخانات يغدى بصلاح الرعدي وكل تبار يغدوا قاعدين مبسوطين الناس بكت في الشيء كل الحياه بكت تجنن بعدين الله نصلي على سيد محمد بكوي ودشاشنيهم ولحمين نزل نشتري من عند دار عم ابو خليل تحت اللي هو عمي يعني وبكت الحياه شيء بجنن والله هذا يوم كل جنن مرس الحمد لله في اللي عندي معنا والله العظيم اني انا بنبسط لكل واحد مليح وبتمنى الخير للناس كلها انه ربنا يجمع العالم تغدى على صحن واحد ويهدي الناس كلها علشان الناس تعيش وتتمنى الجيل الصغير انا بحب العلم اتمنى الجيل الصغير بدل ما هو يضيع انه هو يتعلم انه ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال اقرا يعني العلم نور اني بحب اللي بحب الناس تتعلم بحب الناس تغدى مع بعض بحب الناس تغدى لو حتى اللقمة في ذنبش تكسيها بك زي ما تعطيها لغيرك وإن شاء الله الخير فيه في أمتي يا بنتي إن شاء الله يرجع الأيام لا يمل منك بدي أقول لك كل عام وإنت بألف خير وبدي أشكرك على الوقت اللي أعطيتينا إياه الله يخليك أنا بعرف ولا بعرفهاش يعني انبسطنا ولا جرانا الرضا والله والله أقدم لك هاي الهدية المتواضعة من صالون محمد تتر وأقول لك كل سنة وأنت سالمة هاي هدية منا إلك أنت بدك تعطيها لغيرنا هاي مني تسلمي تسلمي سلمي الله يرضى عليك شكرا كثير إلك الله يرضى عليك صالون مصطفى عنا تسلم السلام عليكم كل عام وأنتم بخير عمي ابو الفاروق احنا بالعاده بنسال اسئله والناس تربح معنا جوائز بس احنا معك بدناش نسالك سؤال بدنا نطمن عليك ونطمن اهل البلد عليك ونقول لك انه الكل اشتاك لك بالذات بهاي الفتره هيك اللي ما قدرناش نتواصل ونيجي نشوفك فبدي اطمن اهل البلد عنك ونقول لك انه احنا كثير بنحبك وكل سنه وانت سالم أيام أحسن من هاي وربي يعطيك الصحة ويبد بعمرك يا رب وكل سنة وإنت سالم وهاي هدية مقدمة لإلك بمناسبة رمضان من كوبات حليم مكابي الدكتور مثقال شكرا إلك إنه وافقت تستقبلنا وبتتخيلش قداش بنقدر استقبال الأكل لإلنا الله يخليك يا رب كل يوم وانت بخير سلام خاص لطارق ابو حجلي تسلموا جميعا شكرا كونوا بخير سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا هيك ما احلاكي بتحكي وبتحكي احسن مني كيف حالك يا حجه الحمد لله يا خالتي بدنا سلامتكم وبساطكم اليوم جايين نعيد عليك أول إشي بنقول لك كل عام وأنت بخير بخير وأهلك بخير وإذا إلت أولاد بخير إن شاء الله يضلوا ليت وإن شاء الله يكبروا ويثيروا ويخرفوت عن زمان
الله يخليك يا رب. ام محمد احنا مش رح نقدر نفوت الحلقه هيك معك من غير ما نسالك، انت كطفله اليوم الاطفال بتحتفل برمضان بظروف مش سهله، قسم كبير من رمضان انحرموا من المدارس، انحرموا من الطلعه برا، فبهاي الظروف انا بحب اسالك انت كطفله كيف كان رمضان على وقتك، كيف كنتوا تحتفلوا؟ والله رمضان بكى شيء يعني مميز. يعني إحنا كأن أطفال نلعب ونحتفل في رمضان وننبسط في رمضان. اليوم أنت عارف يعني الوضع سيء والكورونا الله يطمينا شرها تبعد عنا بعيد، وهذا الوقت مش مناسب يعني. طب متذكري إيش الألعاب اللي كنتوا تلعبوهن زمان؟ والله كنا نلعب التمامية، كنا نلعب النطة، كنا نلعب يعني ورا بعضنا اللحكة كلها. وين كنتوا تلعبوا؟ وين كان بيتكم؟ وين كانت حارتكم؟ حارتنا بكت عند تعرفي يعني احنا دار ابو الصابر دار عيد، وهناك بكى الجو كله يعني عشان ابوي فاتح دجاني وهالاختري يجي يقعدوا عنده ويسلوا، وهالدنيا بكانا وين ننام؟ احنا ننام على الساعة واحدة في الليل واحنا مبسوطين ونلعب، الدنيا غير باكت مو زي اليوم. اليوم الواحد اخوه بعبرش عليه مزبوط ولا لا؟ اليوم الدنيا غير عن زمان، بكوا الناس يقعدوا يسهروا هالاخكاريات في التلفزيونات ونقعد ونتسلى. طب كيف كنتوا تمضوا الوقت؟ يعني كيف كنتوا تمضوا وقت كل اليوم الاولاد طول نهارهم بالتلفونات طول لهم على التلفزيون، انتوا كيف كنتوا تمضوا وقتكم كاطفال بوقتها؟ احنا يا خالتي بكينا لا في غسلات ولا في تلفزيونات ولا في اشي، نلتفي نخلف يعني بتعرف الواحد لما تخلف بدها توصل، وبكينا نغلي اللواعي ونغسل ونحمم ونجيب مي من بعيد، حالي يعني بكت مش مريحة. كيني كل هذا تعملي وانت كانت فيه حتى تلحق تعملي كل هاي الأشياء اللي بتحكي عنها؟ والله نقعد من الثمانية، بكينا متفلين نقعد من الثمانية نغسل عولادنا ونعجين ونخبز في الطابون، غير الناس بكت عن اليوم. اليوم غسلات وجليات ومسحات وهذا وهذا، وبيجيب الناس وكنا نخا تعبانين ومش ملحكات مش ملحكات، بس الله يساعدهن بيشتغلن حرام، احنا بكناش نشتغل. بتحب تقولي لنساء اليوم، نسوان برضو نسوان، نساء اليوم اللي بيشتغلن وبراكضن وبساعدن اليوم الزلمي، وشو بتحب تقولي لهن؟ بقولن الله يعطيكن العافية وخليكن صحتكن، والله سبحانه وتعالى يدير باله عليكن ويحميكن. وإذا بدك توجهي كلمة لجوازهن للشباب اللي نسائهم بيشتغلوا وبتعبوا وبراكضوا وبيروحوا وبيجوا بساعدهم في البيت، شو بتحب تقولي للشباب؟ للشباب إنهم يراعوهن ويديروا بالهم عليهن ويساعدوهن، وغير هيش شو بدك أقول؟ بدك يساعدوهن حرام، لأنهن برضو هم بيشتغلن، هن بيشتغلوا وهن بيشتغلن، يعني الكل بيشتغل مش حدا قاعد منه. طب وانت كست بيت يعني أبو محمد شو كان يشتغل زمان؟ والله بكى يشتغل موسرجي، وبعديتها صار على جرافي، وبعديتها صار على سيارة، وبعديتها صار ياخذ من ملبس لجرجولة من جرجولة لملبس ناس. يعني فكرتيش ولا مرة تشتغلي؟ لا أنا ما فكرتش. مرتاحة بالبيت انه حاسة وظيفتك بدك تربي الأولاد وتكوني بالبيت؟ الحمد لله علمت بناتي وكلهن متعلمات، وبتعرفي يعني كلهن معلمات مدارس وإشي بسيخولوجي، وابني الحمد لله متعلمة، والثاني أحمد منهيل في ملبس يعني ما يخذ شهور كل ما يتحتك فما يخذها، والحمد لله رب العالمين. بس الهدات البال بك الزمان أحسن. ليه؟ كلنا ليش؟ يعني شو كان في زمان اللي كانت الناس تحس أهدى بال من اليوم؟ يعني بك الجار يظلوا عند الجار، بكى إذا أكل إشي يطعم جاره،
اليوم والله ما بتشوفي حدا لا جار ولا مفتش سترار، كل واحد في داره. جمال بك احسن. يعني انت يعني ده بدي اقول انه انت بتشتاقي لزمان بشغلي، فانت بتشتاقي لانه الناس كانت اكثر على تواصل وتتزاور وتروح وتيجي على بعض من اليوم. بكينا احسن، بكوا عمي يجوا هالاختياريه عنده في الليل مين متذكري مين الاختياريه اللي كانوا يجوا عنده من البلد؟ اخو اولاده ويشربوا شيشه ويلعبوا شقديت. الناس بكت زمانا احسن من اليوم. طب والنساء بالليل ايش كانت تعمل؟ بشو كانت تتسلى؟ والخمسة ستة يقعدن في الحارة. كان عادي زمان النساء تقعد بالحارة؟ اشي اشي اسمه عيب. اخو الناس بكينا نقعد بكى عكير باب دربوية باب درعيد، يجن ربيحة وخري جراتنا ويقعدن ويتحطن ويقلبن لساعة 12 في الليل. ايش تلفزيونات بقى. وما يتذمروش الزلامة يقولها شو بتسوي لقصة سهرانة بساعتنا اختياريات. احنا يا صبايا صغار بكينا ضلوا بالبيوت، ضلنا في البيوت. اما هالاختياريات يقعدن يخرفن مع بعضن امي والاختياريات. طب وبالعيد كيف كنتوا تقضوا العيد؟ هل كانوا اليوم يعني الناس بتلف على بعض او الذكور بالعيله بلفوا هيك على البنات؟ كيف كانوا زمان يمضوا العيد؟ يجوا يلفوا كل العائله تبكى مع بعضها وروحوا يلفوا على على الولايه. يعني شو كنت تحسي لما كانوا يجوا عندك؟ انا بست معلوم اهلي وانا بست فيهم، ان شاء الله بيضلوا لي يا رب. طب واليوم بناتك اولادك بيروحوا بزوروهم بعدهم مواظبين على هاي العاده؟ اولادي بيروحوا على عمتهم على دار عمهم اولاد عمهم مع بعضهم، وبيروحوش يعني على اهلي يعني على دار الرابي. دار الرابي بكوا يجوا علي كثير، يعني كل عيد بكوا يجوا علي. اليوم الناس مشاغلها كثرت وبطلت تقدر تواظب على هاي التزاور والتواصل صح؟ بلا مش بكلة الناس قبل أحسن، في ترابط بينهم الناس اليوم مش ترابط اليوم. طب لما بتسمع عن مجموعات الشباب هاي اللي بتخدم على المصلين بتوزع ترود بتعمل أعمال خير شو بتحسي؟ بحس إنه الله يخليهم لمياتهم ويعطيهم وزيدهم أزيد وزيد بالخير. بكلهم ميت وابني منهم بكى ابني يوسف عبد الغافر منهم، الله يخلي لي اياه ويخلي لكل ام ابنها اللي هو بيعمل الخير. واخر شيء شو بتحب تقولي لاهل جلجولي من خلال الموقع جلجولي؟ الله يهديهم ويصلح حالهم وان شاء الله يا ربي ما يصير اي مكروه في البلد يا رب. انا بدي اقول لك شكرا كثير لك وكثير انبسطنا معك. بدي اقول لك كل عام وانت بخير ومنور الدنيا ومنور الحاره وملمومه باللي بتحبيهم يا رب. وخلي اخوتك واحنا جيران واحنا مخالد عنا اياها بنت زي عينينا. طيب وبدي اقدم لك هديه هيك مطوله. هاي خالتي ما في لزوم من والله العظيم، هاي اشي بسيط منا لك هديه صغيره بعرف بس احنا حابين نقدم لك. الله يستحي البلد وان شاء الله يبعد الامراض عنا ويبعد كورونا عنا ونعيش بثبات ونبات وخلف صبيان وبنات بنات البلد كلهن يا ربي. اللهم امين. شكرا كثير لك يا حجه يعطيك العافيه. احنا معاكم من عند عمي ابو ماهر البسامي. كل عام وانت بخير وانت بصحه وبسلامه. كيف صحتك؟ طمنا عنك. الحمد لله رب العالمين. الصحه والمعنويه ما بتخلص الا عند الممات، وان شاء الله بنموت اقوياء بنعتز بالدين الاسلام ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب. وهاي المعنويات هيك القويه كيف بدك تمركها للشباب؟ كيف بدك تقول للشباب خليكوا هيك معنويات عاليه؟ انه الانسان ما يخدش دما على زعل، ما يخدش على باله، ما يتكتلش مع الناس، ما يعمل أشياء سيئة، يضل دمر مليح، يضل محبوب، يضل يضحك، يضحك بنشاط، يضل حتى يضل
دائما مع الكبير والصغير يعمل مساعدات يا رب. طيب العيد قرب، فإحنا إجينا نعيد عليك ونقول لك كل عام وإنت بألف خير، ونطمن الناس على صحتك، وبدي أتمنى لك هيك دائما تضل معنوياتك عالية وصحتك قوية، وتبث فينا هيك طاقات حلوة يا رب. إن شاء الله رب العالمين يعطينا الصحة ويعطينا العافية ويعطي لكل إنسان محبة للإنسان، وكون الإنسان أخو الإنسان، مساعده بكل الأشياء، كل الأشياء في العمل، حتى لو كان إنسان صغير ورجل مسن بده يعبر طريق أو بده مش قادر يمسكه، وساعده ودير باله عليه، وكله يا سيدي نتمى ينفر فيه. الله يا رب يعطيك الصحة، وشكرا كثير لك انك استقبلتنا، وزلزولي كثير بتحبك وكثير حاب تشوفك. الله يبارك في زلزولي وخلي زلزولي ان شاء الله ويصلح بالهم وكونوا من الأوائل في إسرائيل إن شاء الله رب العالمين. فلسطين لا؟ نعم. فلسطين ولا إسرائيل؟ فلسطين إن شاء الله تتحرر، إن شاء الله تتحرر من الاضطهاد المحتل، وصيروا إن شاء الله إخوان حبايب فلسطينيين. احنا كثير بنحبك وشكرا كثير كثير لك. والله كمان برضو انا من الانسان اللي عندي اراضي سيدي خلق حوالي 100 دلم في قضاء يافا. قضاء يافا خلق حوالي 100 دلم في قضاء يافا، واستحلون المستحل، وفي عندنا انا 60 دلم طلع قسم من أعمامي برا خافوا من اليهود، وأبوي الحمد لله راجل مؤمن بل في وطنه هنا، ولليوم نزرع والحمد لله رب العالمين دائما إن شاء الله. شكرا كثير عمو، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك إن شاء الله.